السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ رجعت وياكم بفيديو جديد مع لويس من تكملة سلسلة تختيم God of War اله الحرب سلاسل الاولمبس. اذا انت مهتم بالتختيم وحاب تشوف هذا المقطع تابعوا وياي الفيديو للنهاية، راح اخليك اسوي اللعبة مشاهدة ممتعة. Having defeated Charon, Kratos journeyed deeper into Hades and closer to his goal. For in the distance, the bright light of Helios illuminated all of the underworld. But something on the shore caught his attention. And to Kratos, it almost seemed an apparition. Calliope! Upon seeing his daughter, Kratos realized that all that he had been working for, all that he had wanted, was within reach. Years of service to the gods had not delivered him from his pain, never had it eased the burden of his past. And now, Calliope was found. Calliope! بعد ما قتل كريتوس كارون، ما ادري جارون، ما ادري ايش اسمه، حس روحه بانه هو وصل لل، بانه هو صار قريب من، يعني شاف النور مال هيليوس، شاف روحه قريب. بس شنو لفت انتباهه فتشي بانه ابنته موجوده هنا اللي هي كولايبي. بس شوف القوه مال شو اسمه، لا بس خلاص بس خلاص اسويها. يوبو مع القوة 2 3 1 2 3، ست ضربات موته. 1 1 2 3 ست ضربات وكتلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، بلا 11000. شو أقدر أطور بالله؟ هذا ب3000 هنطوره. ليش نبقي هذا اللي كنا سهم؟ أعتقد فول 2 فول 3 7000 أقدر أطوره ماكس. يعني هذا الماكس، مو ماكس زيد وقت عنده هذا. هذا السعر الجديد اللي طوني اياه ما استفاد منه. من اكو شي دوره، ما اكو شي دم نتروز دم. يلا هل ناخذه، ما راح نخسر شي اذا ناخذه. هم سمعنا صوت كلايبي يباوع، هاي صوتها. عجب ماكو صناديق، ما اقول لازم، هاي الاماكن ما تخلى من الصناديق. واحد اثنين ابلع بعد. ويلي بعدين ايش الصناديق من ورات.
هذا من هذا ابو شنوفة. ابلع 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 والله ما خلاه يتنفس. اسف اسف اعتذر والله ما خلاه يتنفس. ابلع ابلع لا تأخر ابلع. وانا كنت لا اله الا الله شوف القوة. قبل طلعت هاي الدائرة ابلع. لا تلعب بسرعة بسرعة تأخرنا ولا آخرك. 2 3 هذا أربعة أربعة ضربات ويموت. شو يشرد؟ راضي يشرد؟ لا والله هذا 5 ضربات. 1 2 3 4 من؟ لا بلاش يردون صوروا تالي ميت انت. لا بكافي بس يشردون يا ريت قويين. ابلع ابلع كافي طولتوها. البنانة شكو لا نروح للصناديق لأن الصناديق ما ننساهن. أهم شي ذن ما تنسوهن. تشعر ذن قدي فولا دمك والدم هو هذا الأحمر. 2000 صار زين. هنا شكو وهنا شكو. خلنا نصعد فوق نشوف شنو الفيلم. لا لا يلا هنشوف شنو هنا. خلنا ننزل جوا نشوف شنو. اذا مو هنا انا هنا لازم يخلوا لك اشياء بيهن. ها الطريق اللي جانا من يمه اي لعد ذاك اول فوق. استكشف ما راح تخسر شي لان هذا تفيدك من تقول اسلحة مالاتك تسيطر. هذا كارون ما طولت بيه. هاي بنت بعد يركض وراها. انا فلش دمي ابلع ابلعوا ابلعوا لا تطولون كبر. انا راح اشيل الدائره مالت ما يطولن. هذا لو مطوره يمكن طورت انا هذا ما ادري. لا هذا يفيدنا اكثر شيء. لا تخليه يتنفس ابد صار استعجل. كفو بس السيف مالته صار. هذا السيف ولا صار كلش قوي يعني مسيطر هسه. شوف بسرعة جاي يفوز يعني اتقدم بيها. ايش عندك؟ اكو شي منها منها ماكش. خلى قوانه. وين هو هذا يمكن؟ اي هذا ما مقوي يعني. هذا الدرع شنو شو قبل ما صار. هذا شنو هذا هذا 10000 لازم بعد لازم نطوره بعدين 8900
ورانا ركضة. يلا نطوره، يلا هسه ان شاء الله بسرعة ناخذ دم. كلايبي شردك كلايبي. بس خل افهمك هاي تقوت. بس خل افهمك، اعطينا عطوة. مات. كلش قوية صارت، أو صاروا اثنين. بس أوقف ليش بيك؟ مات. ذني جاي شردن ذني. تعال مال عين مغاتلتي. تعال مربع دارة دائرة دائرة ابلع كعب لا تلح. لا تخلونا نتأخر باللعبة، بسرعة موتوا يلا. هنانا شنو، هنانا شو عندك؟ هنانا كويت، هنانا شكو استكشف. نشوف ذنيته يلا، بعدين نرجع لهذا النه. هاي الصناديق جيد. 1200 واحنا 8000 عوزنا. شو 700 بعد. 1800. من هنا اكو شي؟ ماكو شي، بس الطريق اللي جاني من يمه. راح اطلع قبال بعد. شنو مو استنى عبرناها؟ غيرها؟ لا مربع بسرعة لا تتأخرون. يلا بسرعة مستعجلين، ما اريد نطول الحلقة. يلا 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 بسرعة بلا كاف موت. يلا بسرعة يلا بسرعة لا تأخرون. يلا حبايبي بسرعة موتوا بعد. مين طلعونا بعد؟ طلعونا يلا. شنو بعد دور اسمع كلامي. شنو هاي؟ واحد اي بي هذول اثنين ابلع. واحد اثنين ثلاثة وهاي الرابعة. والله طلعوا هواي كافي، حتى سيف انشمر هذا. حمك الله بشردت. هذا مزعج، كلش مزعج.
ايه نوبتني انا. ايه شيله ورجع بالقاع. تعال تعال هنا تعال هنا تعال بالنص. بس خلى فهمك. تعال تعال. ايه القبو كانت ليش تشرد يا اخي؟ الضربة جات تدفعها. بي لك اعتقد ما جاي يتأثر هذا. والله ما جاي يتأثر. استوى يلا تفلش الدرع مالته. راح اموت دمي بس واقف هنا. تسمح لي؟ غرب انه ما يسمح لي. تعال هنا بس تعال هنا تعال هنا. اخذ الدم وبعدين كفو. يلا تعالوا هسه. بالعادة هسه ما عندي شيء. استشهد ذاك. دق ماكو يموتون. كافي والله ما لحى عندهم. ها اللي بعدكو. هذول متروسين وين ما اجي لازقين وياي. حتى حفظ ست ضربات ويموتون بالهذا. لا اله الا الله. ايش تفلش؟ يلا يتفلش الدرع مالته. بي طفشني بالقاع. كافي هرب. بس اوه بسرعة تصير. ما يخليني اركز اصلا. ما حموت من وراي صار عناد. الا الا قلت له هرب انه حتى لو اموت دبلع. لا تلح. الا قلت لك هيك عناد. يلا بسرعه 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 لا تاخرونا بسرعه مستعجلين. يا الله وصلت. هذول الدار ما يطولون. اها جت ويا هاي. وما ما يشوفون هيك بدون فايدة. لازم وياهم. متت. هرب. لازم يضيفها وياها فد شي مبينه. ابلع ابلع. خليك ترضينا كلهم. يلا متت.
ايه تغير داره كافي. لا تلحون رجاء لا تلحون. شنهم بعدكو يبو هذا نقطة ضعفة. لكن تبيتوا اكو هنا هواي وحوش كل ساعة طالع لي وحش. شش لا تدوخنا لا تدوخنا لا تدوخنا ابلع تعال اكس تعال مثلث اكس مثلث ابلع يلا لا تطولها بعد بعد كل ساعة طالع لي شي بعد والله طولوها ساعة طالع لي شي نانا شكرا هذا راح اعالج اعالج شردت اختصاص شرد هاي وقف خل اخذ ذنيج ما شفته من بعيد والله ايش يطلع لي ماكو ريشة هاي لين كل ما اخذ الاني يعطوني دم هاي ثمانية آلاف إن ثمانية آلاف وتسعمية يمكن محتاجها أنا بعد لي عشي بسيط ناخذ السحر ما عندي تفردنا بعد لا وصلت ما ضل شيء Calliope, where are you? Kratos looked, but his daughter was nowhere to be seen. In the middle of the room sat a graceful figure, a figure he recognized all too well. Persephone, wife of Hades. And queen of the undead. Where is my daughter, witch? Choose your words carefully, ghost of Sparta. You address the goddess of the underworld. Your daughter is well. She lives among the pure souls in the Elysian fields. Lead me to her! Have you forgotten, Kratos? The Olympians need you. They slumber at the hand of Morpheus. I have faithfully served the gods, yet they do not give me what I ask. I grow weary of their demands. The gods on Olympus failed me too, Kratos. I was betrayed by Zeus and tricked by my husband Hades. Now I am to stay in the underworld as queen of the dead, to serve the fallen and care for them as my own children. Persephone! I demand to see my daughter! As you wish. If Calliope is your true desire, I can help you. But be warned, Ghost of Sparta. The world of man will suffer because of your choice. I care little for the world and its suffering. Where is she? If you are to see your daughter again, you must become worthy of Elysium. Cast your weapons at the Forsaken Tree, and let it release the evils of your past. Only then will you be free of your sins, and be granted passage through the divine gates. نانا قالت لي قالت لا تريد تيجي وياي واذا رايد بنتك لازم ذب الاسلحه يعني يصير شلون انسان عادي فهو كريتوس هنا راح يختار بانه يعني يفضل بنته على العالم شوف هنا راح تسحب قوته كلها
ما جاي تسحب قوته راح انتن. فكل على مود بنت يشوفها. يلا راح السحر، راح طاقته، قالت له صير يعني بشر عادي. راح يصير، قالت له لازم يصير بشر عادي. يلا تفوت من هاي البوابة، ما صراحة تفوت من البوابة. Calliope! Father? My child. Why did you go? I am here now, child. And I will not leave you again. I have watched over you pathetic mortals for 1,000 years, and it is always the same. Serving yourself before the needs of others has always been your flaw. But no matter. For now you serve. My purpose. It is time for all that came before to end. The Titan will fulfill his role and finish what I have started. I released Atlas. You? As you were pathetically disarming yourself, Atlas completed the task I set him out to do. With the power of the sun in his hands, it is only a matter of time before he destroys the pillar that holds the world, and Olympus with it. But why? Do you think it was my choice to wed a man I did not love, live a life I did not choose? I was betrayed by the very gods that once saw me as their own, but no more. Once the pillar is destroyed, the world will revert into chaos. And what is to become of you? I will have my peace. And be free from this miserable existence. I will perish, but it is my choice. Father, what's happening? I'm scared. In your selfish choice to be with your daughter, you have caused her ruin. No. Elysium falls too, Kratos. She will perish. No! I will not let the gods take her from you! The choice was clear to him, yet impossible to make. To stay with his daughter meant the end of the world and the end of her. To stop Persephone and Atlas would mean forsaking his daughter forever. While his hatred and anger for the gods grew ever stronger, he knew there was but one thing to do. فهنا انا قالت له هي برسفني، قالت له يعني اذا تبقى انت ويا بنتك راح انا ادمر العالم. قالت له انا حررت اطلس مثل ما انت يعني قرأت الترجمة مالتها. فهو راح يختار ان يعف بنته ويجي يعني يحرر العالم. انا شوي شوي جاي ترجع الطاقة مالته. نفسي ذول هم ذول يعطون الطاقة. هاي بابا ذولا بس اوك فونتم.
خلا ارجع طاقتي. Fire for everyone, Babylon.